خبرة تانية غير خبرة أمين صندوق محاسب أو مش محاسب أو في بنك أو مش في بنك، في خبرة أنت خدتها من خلال أربع دورات في هذا المكان، سواء مساعد أو نائب أو أمين أو أمين، أربع دورات، فأنت خدت خبرة في هذا المكان بتخليك أنت غيران على المكان وإنك حابب المكان، وتعاملك مع الإدارة المالية والناس، الحب اللي بيننا ناس محترمة وناس على أعلى درجة من الأمانة والخبرة، بنتعاون إحنا بنشتغل أنا ده والإدارة. أعتقد اليوم ده قدامنا، اليوم ده أول يوم ولا؟ ده التشريح. أيوه نعم اتفضل. فأنا بتكلم على يعني حاجة خبرة وحاجة حبيبها، وأنا مقتنع بيها 100%. أنا مقتنع بيها 100%، يعني أنا بتكلم على قضية معينة وقضية أنا بحارب عنها، إن أنا ده مكاني وده وده وكل الكلام ده، مش داخل أبص للتايتل وعايز أبقى أمين صندوق. هنا مثلا هنا الحتة دي الناس بيقولوا واحد اتنين مش عارف ايه الصحوبية فين. لا انا مش عايز كده، انا بالعكس انا وخالد احنا داخلين مش هتخسروا بعض عمرنا، واحنا داخلين منافسة شريفة على خدمة النادي الاهلي. هنختلف في الاسبوعين دول، في الثلاثة دول، انما كل الصفحة تتقلب، انا نجحت هو نجح، اللي نجح هيقول التاني هارد لك، واللي ما نجحش هيقول التاني مبروك. وفي الاخر النادي الاهلي لو نجح خالد مرتجي هتقوله مبروك طبعا، احنا وهترجعوا اصحاب تاني ولا ما فيش مشكله. بص يعني ايه، يعني الواحد بيبقى متضايق شويه، انما ساعتها خلاص احنا دلوقتي في منافسه، انما بعد كده احنا خلاص، احنا برضو احنا متربيين مع بعض. وبرضه عايز اقول لك حاجه، كل القايمه وكابتن الخطيب وكل الناس دي بيتقابلوا في النادي ولا ما بنتقابل؟ انا بقابل القايمه كلها وبنضحك وبنقعد مع بعض وفي الماتشات وفي النادي، وبص واحضان وعادي، مفيش حاجه خالص، مفيش خناقه خالص. يعني كنت لسه في لجنه الترشيح بتاع الانتخابات من يوم الخميس اللي فات، كنت قاعد انا والعمري جنب بعض وعمالين نضحك بنتكلم، مفيش حاجه خالص. يعني انما كابتن بيبو ما اتكلمش مع حضرتك؟ لا الحقيقه ما تقابلناش، ما تقابلتوش ما تقابلناش ولا اتكلمت في التليفون ولا اتكلمنا، لا خالص. بس انا ما عنديش مشكله، يعني انا وانا بقول برضه بقول ما حدش يعمل مشكله مع خطيب احنا مش كده؟ احنا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، احنا ما احناش معرفه مجلس اداره. يعني يمكن بعض اعضاء مجلس اداره ما حضروش كسن او اقدميه في النادي. علاقتي بخالد او بالكابتن خطيب من يعني من قديم الازل، انما دي علاقه مش هتتغير بانتخابات وموقف وقايمه ومش قايمه. وبعدين برضه انا بحب اطمن الناس من حاجه، لان اتسالت السؤال ده كتير من كذا حد، يعني هل انت لو نجحت هتبقى في مشاكل؟ لا طبعا. مشاكل ازاي؟ طب سؤال، هو برضه الناس تقول لك ممكن ما تبقاش امين صندوق لو في في قايمه نجحت، في اغلبيه. لا امين الصندوق بيختار من بره دلوقتي، ما ده اللي نجحت. لا جوه المجلس مش ممكن يحصل تغيير؟ لا لو نجحت لا لا على لا لا غير اراده المجلس وعلى لا لا غير اراده انت تدخل القائمة في نفس التايتل اللي انت نجحت. ما لا 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 مجلس اداره ما لهوش حق لا 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 يغير؟ لا لا خلاص خلاص لا لا خلاص. بس انا بقول لا دي لائحه ولا ده؟ ده القانون واللائحه. قانون واللائحه طبعا ما فيهاش هزار. انا خلاص اترشحت على منصب بدخل بيه. انما اللي اقصده ممكن عين واحد مكان مكان حضرتك ازاي؟ قائد الاعمال يتولى مثلا. انا بطرح انه سيناريو ممكن ما يحصلش، بس قد يحدث ولو 1 في المليون. لا لا اللي انا اقصده ان انا النهارده لو فرض وانا نجحت تتجمد عضويه حضرتك. لا 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 ما انا بقول لك، هو العمري لما نزل بره القايمه في 2009 ودخل المجلس الامور مشت كويس، والدليل انه بيتاخد نائب لتاني مره. فايه المشكله؟ ليه بنصور ونكبر المشكله وهي في دليل ومثل حي بينا حاليا؟